والحزن والألم، اسمه مكتوب مرفوع مكفوش منكوش محفوظ في اللوح والقلم. سيد العرب والأدم، جسمه مقدس مؤثر مطاهر منور في البيت والهرم. شمس الضحى بدر الدجى سر العلا نور الهدى قاف البرى مصباح الظلم. جميل الشيم شفي الهمم صاحب الجود والكرم، والله واسمه وجبريل خادمه والبراق مرقبه والمعراج سفره والسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده والموجود معبوده والمعبود ربه. سيد المرسلين خاتم النبيين شفي المذنبين عنيس الغريبين رحمة للعالمين راحت العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين مهيب الفقراء والغرباء والمساكين. سيد الثقلين نبي الحرمين امام القبلتين وسيلتنا في الدارين سابق بقوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين ابي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله نور من نور الله يا ايها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الضجى بجماله حسنت جميع خصاله سلوا عليه وعليه وسلموا تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.